الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. في هذا اليوم المبارك عند الله تعالى نتشرف بتكريم أناس وجب علينا تكريمهم والاحتفال بجانبهم. فباسم الحضور الكريم وأضر المؤسسة ومؤسسها وجميع العاملين بها وباسم تلامذتها أرحب بالسيدات والسادة المدعوين للاستفادة من القفص الرمضانية وأقول لهم مرحبا بكم بمؤسستنا، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لكم. وأود أن أشير إلى أن فكرة القفص الرمضانية كانت من اقتراح جمعية الرحمة للإغاثة. شكري الخاص وباسم الجميع لأعضاء جمعية الرحمة للإغاثة كل واحد باسمه، وعلى رأسهم السيد الأستاذ عبد الهادي زهور. شكرا عليكم. معكم عبد الهادي زهور رئيس جمعية الرحمة للإغاثة، ونرحب بعموم المواطنين الكرام في حلقة من حلقات مشروع التربوي الرمضاني اللي هو جيل الرحمة. جيل الرحمة هو ثاني مشروع تطلقه جمعية الرحمة للإغاثة في مؤسسات تعليمية تأسيسا لوطن القيم، لأننا جمعية القيم أكثر من جمعية المساعدة الاجتماعية، جمعية اللي تتهدف أنها تبصم في نفسية الناشئة مستقبل من تضامن، مستقبل من حب، مستقبل من تكافل، ومستقبل جيل الرحمة تشارك معنا فيه مجموعة من الأساسات التعليمية. وإحنا الآن نشكر مجموعة مدارس الجديدة اللي انخرطت معنا في المشروعين كاملين، يعني مؤسسات تعليمية انخرطت في هذا المشروع. يتأسس على أن هذه المؤسسات التعليمية تتبنى المشروع، تتروج لداخل المؤسسات التعليمية ديالها، تتروج لقيم المحبة، تروج لقيمة التكافل، تروج لقيم الإعلام من قيمة الإنسان المحتاج داخل هذا المجتمع هذا، وماشي تتروج لي من أجل باش تجمع لي مجموعة من القفاف، لا، تتروج لي باش أنها تستضيفه داخل المؤسسة التعليمية وتحتفل به كشخص مهم ومهم جدا ومهم فوق العادة، لأنه أول شخص يدخل إلى الجنة ب 500 سنة على الأغنياء. لاحظنا هنا في المبادرة كما المؤسسة التعليمية السابقة، المؤسسة الجديدة أعطت المثال وأعطت النبوغ في المؤسسة ديال التربية على القيام. شفنا الوليدات انهم بتستقبلوا الفقراء بالتمر والحليب، بالاحلى اللباس، بسهره او بامسيه، يعني امسيه من طراز رفيع، وهم مشكورين على هذه المبادره. شفنا ان الوليدات هم اللي تيوزعوا، يعني الحمد لله رب العالمين. لا اله بطبيعة الحال احنا كمؤسسة تعليمية مجموعة مدارس الجديدة الخاصة رحبنا بهذا المشروع، لأنه احنا ملفين متعودين على مثل هذه المشاريع اللي كتزرع في الناشئة ديالنا التربية على القيم الدينية، القيم الأخلاقية، تضامن، مساعدة المحتاج، ورحبنا بالفكرة. وكان التلاميذ جد متحمسين، كلهم شاركوا في إعداد القفف الرمضانية. كان أعددنا لهذا الحفل، والحمد لله كان حفل ناجح، كان حفل في المستوى. فكرة ديال جمعية الرحمة الانفتاح ديالها على المؤسسة التعليمية، لأن جميع القيم كتلقن وكتغرس في المؤسسة التعليمية، لأن شعارنا دائما وهو التربية في خدمة التعليم. وشكرا لك. قصيدة بعنوان كيف أنساك، مزقني الشوق وأنا أناجي طيفك يا خير النساء، مزقني الشوق وأنا أناجي
قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.